السلام عليكم. تقرير المصور حق منطقة فنيطيس تاريخ 13/5/2011. احنا الحين حاليا في القطاع الثاني اللي ماسكتها شركة برهان. انا ما اقول انه ما في تطور، لا في تطور، ولكن التطور يعني يمكن الحين ما يبين بسرعة، لأنهم الحين لحد الحين في مرحلة يعني ما شاء الله يعني غالبية الفرجان حجر الرصيف قاعد يركبونه، وهذا تطور كبير بس يعني يمكن ما لا يلاحظ بسرعة. يعني شغلة ثانية، نلاحظ بعض بايبات الماي الحلو بلشوا يركبونها. يمكن الحين أنا أحاول إني أدش واحد من الفرجان وأوريكم شلون طريقة بايبات. اعذرونا طبعا بالنسبة حق الأيام اللي فاتت، لأن ما كان في يعني تطور اللي هو، فما تستحق يعني الموضوع ان احنا اسبوعيا نروح نسوي لكم تقرير مصور. طبعا هذا واحد من الفرجان، تلاحظون اني هذا البلاستيك مع البايبات ماي الحلو. خلنا ننزل ونشوف. طبعا هذا كأني حجر رصيف واضح، لاحظ ان هني بلشوا يعني الدفان حق هني، كان في حفر لو تلاحظون، هذا طبعا حق الماي الحلو. يمكن الجهة الثانية بعدهم ما دفنوا. معظم الحين المناطق فرجان تقريبا شبه خلصت. هذه بايبات ماي الحلو، هذا اذا يعني ياه البايب. طبعا لاحظ بايبات اثنين، واحد صليبي اذا ما خاب ظني، الثاني يكون ماي حلو. هذه عرض الشوارع راح تكون ان شاء الله في يعني شوارع شوارع قريبة. هذا المياهين بلوك تشبه تصريف المياه الامطار. تكرمون مناهيل مالت المجاري، هذه مناهيل المجاري. لاحظ ان الشغل ماشي حلو. هذه هني البايبات، بس هني طبعا دفن. احنا وصلنا الحين مرحلة تركيب شبكة المياه الحلو والصليبي، ماشيين فيها قطعين شوط كبير فيها، خالصين يعني بشكل كبير خالصين. يعني أنا توقعاتي مثل ما كنت متوقع لكم، يعني إن شاء الله إحنا على شهر يعني نتكلم نص الصيف 7 وهذا، يعني خلاص كل واحد يقدر يحدد الأرض بدقة أكثر، لأن خلاص تكون يعني حجر رصيف راكب. طبعا في بعض المناطق يمكن ما صورتها لكم بس موجودة هناك إذا مداني الوقت، بلشوا في القار والاسفلت. طبعا الجو هنا يعني يمكن بالمناطق شوي منك اللي عند المكاتب، ما شاء الله الريحة كلها ريحة قار، شيء طيب يبشر بالخير. قام يدشون طبعا، قام يسفلتون الحين حاليا بعض الفرجان الجاهزة الخالصة بشكل كامل، قام يسفلتون هالطبقة الأولى. خلنا نشوفكم بعد شوية بالجزء الثاني من التقرير، لا نطول عليكم.